بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، ففي حديث الذكريات والعبر صيدلي يكسر الرؤوس، عنوان غريب بلا شك والمضمون أغرب. كنت أتجول بعد أن صرت معيدا في الجامعة، وكان لنا زملاء في الدراسة التي هي دون الجامعية في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبعضهم يعني كان بيننا خلطة مع اختلاف الطبائع واختلاف النفوس. وجدت واحدا منهم في القرى القريبة من دمشق كنت أتجول فيها، فدعاني إلى بيته، وقد كان معنا في المدرسة يعني بيننا نوع من الخلطة، ونحن أبناء بلد واحد، وخاصة أبناء بلد الواحد، يعني في الغربة يألف بعضهم بعضا وكل غريب للغريب نسيبه. فلبيت دعوته وجلسنا، أكلنا أو شربنا أو شيء من هذا. أنا أعلم أن هذا الشاب ينتسب إلى قبيلة وعائلة معروفة بالشر، وشرهم هو القتل، يعني إذا ما دعس واحد على طرف ثوب واحد منهم ربما انتهى الأمر به مقتولا، وهم يتفاخرون بهذا، ويربي كبارهم صغارهم على هذا، على أنه يجب أن تأخذ حقك بيدك، ومن فعل معك شيئا افعل معه شيئين، ومن رماك بحجرة فرمه برصاصة. أنا أعلم هذه العائلة وسمعتهم سيئة جدا، لا أحد يشتري منهم أو في وسطهم، هم يتعاملون بالتجارة ونحوها مع الغرباء، أما أبناء البلد فلا يقترب أحد منهم لأن لهم سوابق كثيرة جدا، يعني أعطي أمثلة على بعض سوابقهم التي يندى لها الجبين. يبيعون شخصا غريبا مستضعفا بناء من أجل أن يعني يؤوي نفسه وعياله فيه. البناء هذا أمامه يوجد قطعة أرض يزرع فيها يعني النبات، وتكون هكذا متنفسا لأهل البيت، تسمى في لهجة أهل بلدنا الوجيبة، ربما وجبت يعني سقطت، يعني من هذا وجب يعني سقط، فإذا وجبت جنوبها. فالبيت يطلب لأجل هذا حتى يكون هناك فسحة ومتنفس لأهل البيت ومتنزه فيه. بعد أن يشتري منهم هذا البناء بفترة من الزمن، يأتون إليه ويقول له نحن ما بعناك الوجيبة، بعناك فقط البناء، طبعا البناء لا يساوي شيئا بلا هذه الوجيبة، هذه حديقة وهذه من المرافق، والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع. يعني ما معنى التابع تابع؟ معناه يعني هذه الأشياء التي هي تابعة تابعة للشيء تدخل في العقد إلا إذا استثنيت. كيف يعني إلا إذا استثنيت؟ يقول أو بعتك هذه السيارة إلا هذا الدولاب الاحتياطي، أنا لا أبيعه فيها، هنا استثني. أما إذا قال بعتك هذه السيارة فالدولاب الاحتياطي داخل فيها لا محالة على حسب العرف، بعتك هذا البيت يدخل فيه هذه الحديقة لا محالة، وكذلك كل ما يتبعه عرفا.
فيأتي هذا المسكين ليشتكي القانون لا ينصفه. لماذا؟ لأن هؤلاء يدفعون الرشوة الكبيرة لتؤجل القضية سنوات وسنوات، فيذهب فتذهب حقوقه بلا فائدة حتى يعني يمل ويرضخ الأمر الواقع. حتى أذكر شيئا طريفا بين قوسين، أن أرضا لنا بقي فيها قطعة صغيرة، هي كانت لجيراننا، اشترينا 3/4 الأرض وبقي الربع، الربع صاحبه أصر أنه لا يبيع الآن، ثم علمنا أنه يريد أن يبيع للقبيلة الفلانية أو للعائلة الفلانية المعروفين بالشر، هنا سنكره بيوتنا ونضطر إلى بيعها، فاضطررنا أن ندفع ثمن هذا الربع من تلك الأرض بما يعادل الأرباع الثلاثة الأخرى. هذا قد حصل في بيتنا خشية جار السوء. ليست القضية هنا، القضية أن أجد إنسانا يحمل إجازة جامعية في الصيدلة، وإذ به يتكلم بطريقة قومه، سأكسر الرؤوس وأضرب وأفعل وأترك وكذا وكذا. فإذا كان العلم لم يهذب النفوس ولم يرتقي بها، فما فائدة هذا العلم؟ هذا الازدواج وهذا الانفصام في شخصيات كثير من الناس الدارسين للعلوم، سواء علوم دينية أو علوم دنيوية، لا يتأثر منها بشيء. نعم علم الصيدلة ربما يكون لا يكون له أثر مباشر، ولكنه إنسان تثقف، وينبغي أن يكون قد ارتقى عن المجتمع الجاهلي الذي فيه كسر الرؤوس نحو ذلك. ليس غريبا وليس مستغربا مع البعد عن الأخلاق التي تقوم بالتربية والتزكية للنفوس، يعني علم التصوف قائم على تربية الوازع الأخلاقي في الإنسان، تربية مراقبة الله سبحانه وتعالى ليصل إلى مقام الإحسان. حينما هجر هذا الجانب وجدنا في فريق عمل هتلر عددا كبيرا من الصيادلة ومن المخبريين ومن الأطباء يقومون بتجارب على الإنسان على الطريقة العلمانية القبيحة. يأتي أسير في أيديهم ويجرون عليه تجارب ودراسات على كمية التحمل إذا ما وضعناه في منطقة مثلجة. ماذا يستفيد من هذا؟ يعني الطيار الألماني إذا سقط في الحرب أسيرا أو وقع في منطقة مثلجة، كم يستطيع البقاء دون أن يموت؟ دراسات ترصد هذا الأمر، والذي يقوم بهذا هم علماء في مجالهم، إضافة إلى أخذ الأدمغة البشرية للقيام بدراسات عليها. تؤخذ من ناس يقتلون، يؤخذ دماغه من أجل إقامة دراسات على هذا الأمر. هذا السبب فيه هو العلمانية في الزمان الماضي، جعلت هذا الانفصام الحاد، ادرس ما تشاء ولكن كل شيء له ثمن، والأمور كلها مادية، والقيم الروحية مختفية تماما. التفكير العلماني ليس حديثا، هو قديم، بل هي العندية، يعني أنا هذا عندي، أنا أرتزق من هذه الصيدلة ومن هذا الطب. أما الأخلاق فأنا لست بحاجة إليها، أنا بحاجة إلى ما يقدم لي مالا. حالة أشرفت عليها طبية، والحالة ميؤوس منها، كلمت واحدا من كبار الأطباء الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، فقال لي هذه تحتاج إلى عملية قيمتها كذا وكذا من الملايين، وأبو هذه المسكينة الطفلة كان يعني سيبيع بيته من أجل هذا. وبعد محاولات وقال سأدفع وكل شيء،
ذهبت إلى طبيب آخر يتقي الله سبحانه، قال والله هذه أستطيع أن أفعل هذه العملية، ولكن عملية ستؤدي بالموت، لا محالة، الأمر منتهي تماما، ولكن إذا شئت ولا بد أن تفعلها اذهب إلى الطبيب الفلاني الناصح، هذا رجل يخاف الله سبحانه، هذا رجل يصلي، اذهب إليه وقل له. ذهبت إليه قال أنا أجري لك العملية لكن نسبة النجاح تكاد تكون يعني لا تجاوز 5%، وأجريها لك بمشفى الدولة، لن أخذ شيئا إلا أجوري المعتادة، أخذ المعاينة فقط. هذا إنسان يتقي الله سبحانه، هناك مراقبة لله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.